وتكثر الزلازل. تكثر الزلازل جمع زلزال والعياذ بالله، وهو حركة الأرض. الأرض جعلها الله قرارا وثابتة وأرساها بالجبال ليعيش الناس على ظهرها، ففي آخر الزمان يكثر اضطراب الأرض والزلازل، يتدمر كثير من البلاد كما هو الواقع الآن، وكما تسمعون من هذه الزلازل التي يتدمر فيها خلق كثير وبلاد كثيرة. وهذه عقوبات يجريها الله على العباد إذا فسدوا في آخر الزمان، يجري الله عليهم العقوبات، فهي من ناحية عقوبة ومن ناحية تذكرة، تذكرة لأهل الإيمان أن يستيقظوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. ولا يقال إن هذه ظواهر طبيعية كما يقوله المتحذلقون والجهال، ظواهر طبيعية ما تدل على شيء، ما تدل على شيء، إنما هي ظواهر طبيعية تجري. لا، ما هي بظواهر طبيعية. لماذا ما كانت ظواهر طبيعية في الأزمنة السابقة؟ لصلاح الناس واستقامتهم، إنما حدثت هذه في آخر الزمان نذير، تحذير للناس يعتبروا بها. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like and follow me.